الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل أولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فاق العقول، فاق العقول. أهلا بيكم في برنامجكم تدبيرك فاق العقول. ساعات الواحد بتمر بيه بعض متاعب بسيطة، ولكن رغم أنه هو بيطلب من ربنا أنه يحلها وبيحاول يعمل عليه، الأمور بتزداد تعقيدا، ما تتحلش. طب بعدين طب الواحد يعمل ايه؟ وكل ما يصلي التعقيد بيزيد، ولدرجة ان الواحد ممكن يلاقي الناس اللي حواليه خلاص بيسكتوا بيستسلموا ومش عارفين يعملوا ايه، فالواحد بيحس انه لوحده. طب يعمل ايه؟ تعال نشوف قصتنا، قصة عجيبة جدا. قصتنا دي حدثت بالتحديد سنة 1943 1943 أسرة عايشين مع ربنا، راجل ومراته وعيال أطفال، عايشين في حياة حلوة، مرتبطين بالكنيسة. الأم والأب علموا عيالهم يروحوا الكنيسة ويتناولوا، وعلموهم يصلوا، وارتبطوا الكل بالكنيسة. بعد كده الأم دي حست ببعض متاعب في بطنها، فمتاعب دي وجعتها شويتين. قالت تسأل الدكتور، عرضت نفسها على الدكتور، قال لها لا دي موضوع بسيط، ودها شوية أدوية. خدت الأدوية بس مفيش تحسن، خلص الأدوية وهي تعبانة، متاعب بالعكس زادت يعني. طب وبعدين قدموا لاحظ دكتور تاني، ايه يا دكتور؟ اداهم ادويه تاني، والادويه التاني برضه ما عملتش حاجه، واستمر المرض والمتاعب عماله تزيد تزيد تزيد. والام هي الاساسيه في البيت، العيال اطفال والراجل في شغله، بدا البيت نفسه يضطرب يعني، مسؤوليات العنايه بالبيت يعني. وبعدين المرض بدا يزيد 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 لدرجة إنه الأم بقت تعبانة وحركتها ضعيفة والآلام متزايدة في بطنها، وشخصوا الأطباء وقالوا دي حمى في المصارين. طب وبعدين؟ أدي إحنا بندي أدوية بس يعني ربنا يمد إيده. وبعدين الحالة زادت، زادت تعبا لدرجة إنه الست دي المريضة دخلت في غيبوبة. انتشر الخبر طبعا بسرعة في العيلة كلها، وجم تلموا حواليها وحسوا انه يا عيني الست دي خلاص بتودع، الحالة عمالة تسوء ودخلت في غيبوبة. طب وبعدين؟ والأطباء ما قالوش حاجة، كل أدوية مش نافعة يعني، فقالوا الحالة خلاص يعني. قاعدين حواليها و هي مش حاسة بيهم، وعمالين يتهامسوا ويقولوا يعني الحالة ايه ده، خلاص بتحتضر دي ايه، بدأ يلاقوا نفسها مش قوي تعبان. فواحدة من اللي قاعدين قالت لهم ده نفس وقف، ده خلاص ماتت. بعدين واحدة قالت لها طب سبلي لها عينيها، ابنها واقف طفل عنده 10 سنين، فبس لقى ست اللي قاعده جنب الام بتمد ايدها عشان تقفل عينيها. الواد فهم، الا يعني ايه ماما ماتت؟ لا لا، وازاي ايد الست دي؟ لا لا ماما مش ما ماتتش، ماما ماما لا ماما ماما هتقوم.
حاولوا يطلعوه بره مفيش فايده، مسك اتشعلق في السرير، لا 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 انا هفضل مع ماما وماما هتقوم. سهتهم مش عارفين يعملوا ايه، والولد ركع جنب السرير وقعد يعيط ويصلي يقول لي يا رب ارجوك يا رب ارجوك، احنا اطفال وعايزين عايزين ماما، لازم تقوم ماما يا رب، احنا عايزين ماما، لا ماما ما تموتش. وقعد يصلي من قلبه ويصرخ. طبعا كل اللي قاعدين بدأوا يعيطوا هما كمان، كل الستات اللي قاعدين مش عارفين يعملوا ايه، وهو عمال يصرخ يا رب لا احنا اطفال وعايزين ماما، هات لنا ماما قومها لنا. وبعدين الغريب بقى، بصوا لقوا الام فتحت عينيها وبعدين حركت راسها، بعد قالت لهم ميه ميه عايزه ميه، هاتولي ميه. الستات قالوا لا 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 ما تجيبوش، الدكتور قال الميه دي حمم في المصارين والميه تموتها. الولد قال لهم هتشرب ميه، مش انتوا قلتوا ماتت خلاص؟ وجيب الولد وجاب ميه وسكته وشرب امه الميه. وبعدين الام قالت عايز اكل، قال لها حالا يا ماما. وجيب الولد وجاب اكل والام قعدت تاكل وقعدت وهم مش عارفين يقولوا ايه ده، مستغربين. وقامت الام وكلت كويس وقامت ودلدلت رجليها وقفت ومشيت في وسط الشقه. هم مش عارفين يقولوا غير نشكرك يا رب، فعلا صلاة الأطفال الصلاة الحرة اللي من القلب فعلا تعمل معجزات. إن الصلاة قوية وتخترق كل الحواجز ولا يقف أمامها أي عائق، وقادرة على حل جميع المشاكل، خاصة عندما تصدر من قلب مؤمن بالله معلنا احتياج شديد، فالله لا يمكن أن يهمل الدموع المنسكبة أمامه. لا تنزعج مهما زادت الضيقة، فعندما تزداد أعلم أن حلها قريب، وإلهك يقف بجوارك فتمسك به وهو لن يتركك. إيه اللي بيحصل ده؟ الصلاة، الصلاة الحرة اللي من القلب تعمل كل حاجة، تهز الدنيا كلها، زي ما زمان كانوا بيصلوا الرسل وتزعزع المكان. الصلاة تعمل كل حاجة يا جماعة. عايزين نصلي بدل ما نقعد نتعب ونقول المشاكل صعبة ومش عارفين نعمل ايه. لأ لأ، الصلاة تعمل كل حاجة، بس احنا عايزين نؤمن بربنا. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوا له. هما الأطفال اللي أحسن مننا عشان بيصلوا بإيمان من قلوبهم، وربنا بيتبسط قوي بالصلاة دي، بيتبسط بأنه ولاده بيطلبوه وبيتدخل وبيعمل كل حاجة. ثق عندما تصلي أن الله يتحرك فور صلاتك، يتحرك لحل المشكلة. طب يستنى ليه؟ بيستنى عشان يختار الوقت المناسب. طب ما شافش الست دي ليه من الاول؟ عشان يبقى توصل للموت الكامل وبعدين يصحيها، زي ما سمح والعازر مات ونتن وبعد 4 ايام قام. سيب ربنا يشتغل، بلاش تتدخل ارجوك، سيبه يشتغل. انت تعمل اللي عليك، تصلي وربنا يعمل اللي عليه، يستجيب لصلاتك. ثق ان ربنا سمعك وإن الصلاة قوية جدا وتعمل كل حاجة. صلي، يا ريت تصلي أنت ومراتك وعيالك. الأطفال دول لما يصلوا ده صلاتهم مهمة جدا، ولو عيالك كبار أقفوا كلكم وصلوا، لكن حتى وكانوا أطفال ويدوب حيقولوا أبانا الذي، أو حتى مش عارفين يقولوا أبانا الذي، صلاتهم دي مهمة جدا. يا ريت إن إحنا نعتمد على ربنا في الصلاة وندخله في كل مشاكلنا، وما نتهزش
لما الأمور تتعقد أو كل اللي حوالينا يقولوا مفيش فايدة. أيوة بحسب المنطق البشري مفيش فايدة، لكن بقوة ربنا في فايدة أكيد، وربنا قادر يعمل حاجات كتير. بس إحنا نفضل ماسكين فيه ونفضل نزن عليه نلح عليه، هو بيتبسط من الإلحاح بتاعنا، بيتبسط من اللجاجة. مش هو قال كده وإدى مثلين، مثل قاضي الظلم ومثل صديق نصف الليل؟ يعني هو بيتبسط لما احنا نطلبه ونلح عليه. اطمنوا، الله إلهنا إله حنين حنين حنين، مفيش حد زيه، مفيش حد حنين، مفيش إله ينزل من السماء مخصوص عشان يتصلب عشاننا. مش ممكن، مفيش إله كده في الدنيا أبدا. إلهنا حنين وبيحبنا قوي. اطمنوا، اطمنوا قوي وصلوا كتدريب، اسمحوا لي عشان بيوتنا تتملى بركة. أرجوكم الراجل وانت وانتي الست اقفوا مع بعض وهاتوا العيال وصلوا مع بعض، صلوا العيلة كلها من أجل كل احتياجاتكم، هتشوفوا البركة قد ايه في البيت. ربنا يكون معاكم ويثبتكم في إيمانكم وفي صلواتكم، فتعيشوا في سلام على طول وتحل مشاكلكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل ولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فائق العقول، فائق العقول.